زوجين هما اللي راح يكونوا هذاك الفضاء ولا هذاك الاطار اللي راح ينشا فيه هذا الولد. هي الانطلاقه اللي يعطيك صح، هذاك هو الارضيه اللي راح يكون فيها الولد، وبالتالي لازم يكون كاين هذاك 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 القدره وهذاك الاهليه الخيار الصحيح لرعايه هذا الطفل في هذا الفضاء وتوفر له كل اسباب الرعايه والعنايه. هذا من جهه. من جهه ثانيه الاسلام ايضا يعني الوالدات كما قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يقول في شأن الرجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني تنفق على وليدك وهو راضع لا تهمله كما يفعل الكثير من الناس اليوم، يعني حتى النفقة ما يتعين. يعني فالإسلام يكفل ويأمر برعاية الطفل والعناية به من الجانب كل الجوانب المادية والمعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهنا تدخل في باب آخر اللي هو باب التربية والرعاية نعم والتأديب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه.